ده كوبايه. عجلان؟ ايه بسرعه بسرعه. فين مويه؟ مين روحي؟ بيبي مين هذا مويه اللي عم بقول لك مين؟ في مويه. الو اهلي مويا خير خير شوفي رح البس وجاي شوفي خلص ما تاكلهم رح البس وجاي لعندها باي باي خير حبيبي شوفي نحن مو اليوم على اساس نسهر سوا لك حبيبي هيك على اساس بس يعني مضطر لازم نروح لعند مؤيد عنده ظرف هيك لازم نروح له قصه ومين هاد مؤيد بقى انت ولا مره حكيت لي انه عندك رفيق اسمه مؤيد خلص حبيبي بس ارجع بنحكي ايه معناتها صور لي اياه وبس دق لك افتح سكايب وفايبر مشان تاكد حبيبي شو هالحركات هاي؟ صح في قد الدنيا انا اقعد افتح سكايب وفايبا؟ عيب. قلت لي مؤيد انا بورجيك يا قصي، هي اكيد شي وحده جديده. لك يا ريت بس فتحت الخط وعرفت مين. يلا ما صار شي. الو الو كيفك مرت عمو؟ اهلين حبيبتي كيفك رولا؟ مشتاقين لك كثير مرت عمو هلا انت بتعرفي شي واحد من رفقات قصي اسمه مؤيد؟ ايه ليش خير شو في؟ ما بعرف بس هو دق له قبل شوي ابصر شو صاير معه ما لقيت له غير قصي راح مثل المجنون لعنده وانا انشغل بالي عم دق له ما عم برد علي فقلت مالي غيرك بركي بتعرفي عنه شي طيب حبيبتي هلا انا بتصل فيه وبشوف بخبرك لا لا خلص ما في داعي انا رح ضلني عم دق له بس انت اذا بدك احكي مع مؤيد او شي حدا من اهله عرفي لي شو القصه وطمنيني اي ماشي حبيبتي ماشي يلا بدك شي ماشي توبشيني يلا تصبحي على خير وانت بخير حبيبتي لك خلص بقى هيك لكم يا ويلك اذا ما بتتصل وبتطمني ولا ليش لا استنى انا رح اتصل ويا ويلك اذا ما بترد علي وين الموبايل هاي بالغرفه ايه حبيبي وينك حبيبي بالشارع وراجع على البيت اه بالشارع قلت لي ليه انت لحقت تخلص من ظروف رفيقك ولا ما بدك يعني اقول لك سمعني صوته لحتى اتاكد انه انت معه بعدين تعال هون شو هذا الشيء الفظيع اللي خلاك تركض لعنده ركض اه حبيبي كبرانه بينه وبين مرته واصله بيناتهم للشيطان الرجيم وانت شو دورك اه رايح تصالحهم يعني اسمع لك خليك عندهم وابقى لاقي حدا يصالحك مع مرتك ولا لا ليه لحتى تدور على عالم صالحك مع مرتك اصلا هن لو مو اهم مني كنت ما بتتركني كل النهار انا لا سمعت صوتك ولا شفتك ماشي يا قصي بس وينك لبقى تكذب علي انت لو كنت صادق كنت بتسمعني الحديث يلي صار الله معك استغفر الله العظيم الله يعدي هالليله على خير ايش اغراض اليوم؟ رولا ماشي يا رولا شايف اخذتيها عادي بكره بنتحاسب الصباح رباح اصلا حتى انا لو فتحتي الباب ما رح فوت رح نام هون والنوم هون احسن افتحي